الوضع كتير حساس كتير ستريس ركض براكت حمى يا خي حمل سائلة ناس واجع راس ضغط بضغط ضل عايش بإفلاس وبتشتغل كل الوقت بتروح تا تشرب كيس بتحط الفوقك والتحت أيوة. بوع الصبح معجوع عم بتفرتش بغرادي عشغلي لازم سوق في عشقة مثل العادة مأخر بوصل محقون حمياني الفواتور تا انسى هالهموم ما إلي غير كوميكاتور صاحبتي مش قبلاني غير ما تلبس فرور والتنورة وجزداني على لون الشسور شدت لي كل جيابي حتى تلبس سنياتور ضحك منا حرزاني وحضار الكوميكاتور أنا أمي قالت لي المستقبل أهم شيء عم بفلح مثل السطلي ما عم يدفعولي شيء ايه والله يا سطلي قد ما صعب الحياة منتعب ولا في ريدور ما بتغر من البيت بس يبلش كوميكاتور صباح الخير أنطون لك يا عمي عايش مين شافك أنا ولا أنت كيفك يا حبيبي تمام الحمد لله طمني عنك كيف كل شيء كتر خير الله أكتر من السهر زي وينك ما عم تبين مختفي قلنا عايدة نقعد نلعب ورق وطرنيب وليخة يا خي صرت قد ما عم بشوفوني العالم قليل اللي بيشوفني صرت أنا عاتبه قبل ما هو يعتبني عرفت كيف يا زلمة هلا أوكي الدنيا تغيرت وأشغال ما أشغال بس إنه من سنة كنا نضل سوا يا خي بعرف بس ما عندك مسؤوليات كبرت تعرف قبل ما كان في ولد هلا بس يصير في ولاد تفرق العملية ماك حابة هيدا النقطة معك كله بيفرق ايه الحمد لله يلا الحمد لله على كل شيء كيفك انت؟ يا خي منيح الوضع منه منيح بس انه الحمد لله على كل شيء الحمد لله كتر خير والله فتحت مطعم انا لا يا خي ايه شو ما نزلت على الفيسبوك تركت الشركة وفتحت مطعم ايه لانه ما في شيء ماشي للأكل والشرب وين فتحت؟ هون تحت عرس الزروب هذا لقلي والله اه بقطع من هونيك ما بشوفك ولا مرة خي انا بكون قاعد جوا بالمكتب عرفت؟ بس انا شو بقطع راكد بكون رايح من شغل لشغل يا خي الشغل منه منيح هلا حتى الاكل والشرب بقول الاكل والشرب ماشي بيمشي والعالم تاكل وبتضلها تاكل بصير الواحد يوفر يا خي عم بيوفر حتى بالاكل والشرب شو بدنا نعمل يلا انت كيف اشغالك شو عم تعمل والله انا ما عم بلحق يا كريستيان لو ما اخذ اليوم فرصة ما كنت شفتني بصراحة والله ليش عم تشتغل عم بشتغل ثلاث شغلات انا ثلاث شغلات اذا كيف عم تلحق وحيط الله في الله بس بده يفتح بوجهك بيفتحها الحمد لله بس شو عم تشتغل يا خي عم بشتغل من 8 ل 2 موظف بدوائر رسميه اوكي من 2 ل 11 عم بشتغل بمطعم انا فلور مانجر اوكي ومن 11 ل 8 الصبح مدير بنايت شو عم تحكي اي والله مثل ما عم خبرك ما عم تنام خيم بلا ما قلت لك من 8 الى 2 اه ايه ربك شو مهضوم مظبطين وضعنا خي ولا كيف بدي ضلني ثلاث شغلات مهضوم حبيبي لك يعطيك العافيه ابو التون وين كنت رايح فايت عادي طلع عند الجار بده يقطع لي غرض على المطعم لك شو عامل اليوم والله اليوم نهار فرصتي عزمك على الغدره تحت لا حبيبي القلب يا خي خلص انا عم عزمك هلا بقطع بالظهر بس اوكي ناطرك حبيبي القلب شو بعد الظهر على الغدا ناطرك طيب اوكي اهلا خيي شو جيت؟ نعم ما جيت شو بك كريستيان؟ كلمة ومن قولة ماشي الحال طيب واحد بتسأل يعني متسأل شو عم تشرب ماي عادي شو وين كاين؟ برا وفت لجوا شو بدي اعمل؟ لا شغل ولا شيء بدي اطلع لبرا وفوت لجوا كريستيان شو هالنكت البايخة بعدك فيهم يا زلمة؟ ما كنت برا كذب عم شم هوا تعال نحكي شيء له طعمة تعال افرجيك شو جبت شو جبت؟ جبت تليفون شو تليفون؟ عود تليفون جديد؟ ايه موديل السنة اوه ده حلو ليك معلم طلع ها شفت؟ روعة شو هيدا كتير حلو ايه شفت خيي؟ بدك برمج لك هو؟ لا شو تبرمج له هو؟
اخي ما هو في قصص بدك تزبطهم بتعرف فيهم؟ يضلوا ايه شغلت السلالات انا عن جد؟ ايه مش بيك انا وين كنت اشتغل؟ ايه بس ما فلات شحط ايه فلات شحط لانه انه صار معي مشكل يعني انا وصاحب ال بس انا وين كنت اشتغل؟ محل تليفوني؟ ايه اذا بتعرف خيي يرضى عليك زبط لي اياه لك هلا هيدا عم بيقول لي ضبط لك الساعة بالأول ليش مش عم تحط الساعة ليش مش عم تترك لي جدات كمان سوري سوري خيي سوري حلق ها عم تعرفين منيح ايه ليش لك انه نحنا ليش العالم بتقول عنك مسطول ومحبول شو عرفني العالم كيف بتزت حرام قال بيقولوا عنك عنياتك ولي خيي وانا بصير دافع عنك انا يا زلمة يا خيي بيظلموا الواحد بدي احط لك رقم سري هلا هذا رقم السر مهم كثير للسلولار ايه ب... ب... ما حدا بيفوت مش مين ما يلقط السلولار يعني قدر فات لجوا في رقم سر والله خيي صدمتنا ولو نعجبك نحن حبيبي عامل لنا رسالة كرم عينك كرم عينك يلا هي طفيناه بدي اعمل ريستارت خلص اعمل ريستارت اوكي يلا بدك شيء انا ظاهر شوي هيك اعمل لك طب لحظه خيي لحظه خي. شو الرقم السري سري كيف بدي لك هو شو اسمه رقم سري معقول انا لك رقم السري شو بك هتوني بتسيت عم تكلم هبيل رقم سري هذا اللي بدي لك هو لوك ما تستلمني كريستيان لوك كريستيان رقم السري هالقلة توني هي رقم سري ولك ولا كيف بدي فوت على التليفون حلو يا عين يا عين هذا اللي كان بعد ناقص اليوم تقطعني السيارة هذا اللي كان بعد ناقص شو صاير شو صاير معك؟ شو؟ يا 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 لك مش انت خيو لجان؟ بلا خيو لجان انا رفيقه لجان ايه اهلا ايه رفق كثير انا وخيك انا تشرفنا قدامك سلم لها على خيك قد ما بدك لك حبيبي بس اخلص من هالازمه هلا مش مشكل اه شو بها شو عم بيصير معك؟ خيو طفيت فجأة ما عادش اخذت بنزين شو بعرفني؟ لك شو؟ طفيت بالمرة؟ ايه بالمرة ما بعرف اذا تأكدت اذا غطى الصندوق عم يفتح ويسكر منيح؟ شو خاص غطى الصندوق؟ اه ما خاص مزبوط ما خاص غطى انا عم كل اصحابه لجان هيك؟ ايه مهضومين لا عم بمزح هيدا بدك تشوف اذا الاكسجين سنسر رايح فيها بحس عملي عم بتدور وتطفي ومدري شو طلع طلع بالسياره نشوف هلا بتعرف فيون؟ اه شغلتي انا السيارات حبيب القلب الله بعتك لانه مستعجل كنت ولا يهمك ولا يهمك عم بعزبك ايه؟ ولو ولو دور لشوف يلا دورت ايه ما عم بتدور ما في عندك عندك شيء مش عم انا عارف لك ده دور بعد لشوف يلا برافو برافو شوف يمكن هون هيدي الاخوه اخوه عم بعزبك ما ولو اهلا وسهلا حبيبي انت انا ملك فيون او السيارات دور هلا يلا بلشت شوي داري ايوه ايوه داري اي طفت 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 جرب هلا يلا
ليك ماشي بالمره مش عم تضرب كنت ولا حتى كونتاكت ما عم تفتح ولا شيء مارش ما عم تضرب هاي البطاريه فضيت شو؟ فاضيه البطاريه خذها عند الميكانيسيان وفاضيه البطاريه شو هو البطاريه فاضيه اي بطاريه بطاريتها بطاريه السياره ما صار لك ساعه عم تدور وتطفي راحت البطاريه على شو عم تلعب بالسياره زحيتك لشوف زحيتك ولا شو ايه روح فين من هون لك روح من هون روح له اعصب اخاف عليك بطاريه بيقول لي صار له ساعه بيقول لي دور وطفي بطاريه شربيل لوينك يا زلمه اهلا انطون لوينك صباحو كيفك صباح الخير يا خي برمت الدنيا عليك رحت لعندك على الشغل قالوا لي منه هون مش عم بيجي على الشغل رحت على بيت اهلك رحت لعندك هون على الفويه خي شو بك ايه شو صاير معك دقق لي شيء كمان شو دقق لك كسرت التليفون اوف 30 مست كول ليه ما بترد خي ليه ما بترد يا انطون معلش بس هيك شوي انا مخربط هالفتره يعني عرفت كيف في سؤال براسي محيرني كتير ومش عم بعرف لاقي له جواب وما عم بقدر اقعد بالبيت عم بحس حالي مكبوت وعم بنزل انزوي هون وهيك جرب انسى طب شربل ليش ما بتحكيني ليه ما بتحكيني كسرت الدنيا عم نبش عليك كنت بدي اتصل بالدرك يا زلمه مان لا ما عليه موضوع شوي شخصي وما بدي اشغل لك بالك وما بدي اوجع لك راسك فتركني اجرب لحالي لقي حل لقي جواب لهذا السؤال يلي صرت من وراه في 3-4 مرات على المستشفى مرات عم بعمل كرايز عم بجن عم هيك عم اخوت شربول طول بالك نحن لا رايق انا رايق بس انه رح بدي اجرب انا لاقي جواب طيب روح حبيبي انت اوكي انا خيك ما هيك ايه مش نحن ربيانين ايه 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 ما في شك أوكي. بس طول بالك روح كله له حل رايق عم تسمعني اوكي بس قلي اشكي لي همك فضفض بترتاح ما مش قادر احكي فيه بس عم بدي احكي فيه بدي اتذكر وبدي ارجع خرب بدي يا شربل يا تقبرني اسمعني شوي طب خيي رح اقول لك شو كسرت الدنيا خايفين عليك احكيه على رواق بلا تسمسم رح اقول لك شو بيقوم يعلى ضغط رح اقول لك شو قول شوفي رح اقول لك شو في اروق من هيك ثلاث مرات وفيت على المستشفى شو في خير عاد ابو نحن هلا باي شهر ايلول 9 اي ايلول 9 ايلول كم شهر بعد فيه لتخلص السنه تقريبا 10 11 3 اشهر أيه. بعد في 3 اشهر ليجي راس السنه انا بعد مش عارف وين بدي اسهر على راس السنه وفوق هيك الوضع الاقتصادي مش منيح من بدي اتدين تروح اسهر على راس السنه لقيلي جواب لهذا السؤال وخليني ارتاح عشان هيك عم تفوت على المستشفى اخ انا شو بدي اعمل بكره قدام اصحابي اذا سالوني انا من جن هيك لك لا انا بدي اعرف انا اللي عم نبش عليك من امبارح كمان راس كوميكاتور ولو بيي ولوك اخر فتره كثير عم تروح بالعرض يا زلمه اسم الله اشرب عيونك رح تسيبوا العيال للصبي ان شاء الله صيبه بركي بيلعب شوي بنزين ساعه زيت الفوتوج ما بتحكي ليك مدري شو بو الصبي ولوك هو هيك وهو ابنك مخه هيك من هو صغير يا مامي ليه زعلان ليش مش عم تحكي يا بيي طيب حبيبي رح يجلطني بس الفكره انه عم يسمع عم بيهز كتف وين الحكيم وين صار مامي بعمل لك عروس هلا عروس بلكي بيحكي روق تيجي الحكيم اوه اهلا حكيم شوف عروس مدام ديانا انت هون بيبي بوجه الحكيم هاي سوري ما خليك خليك مرتاح زارك لي ما بيأثر هاي عمو ما حدا قال لي شيء ما حدا قال لي انه انت هون صار لكم زمان ايش ساعه اوه ما توخزوني ما حدا قال لي خذ وقتك على كل حال شو المشكله شو صاير معكم شو في ان شاء الله تلاقي لنا حل لك ملا مصدر ما بيحكي حالته النفسيه تعبانه شوي ها كثير يعني ما بيحكي ابدا لك مثل ما شايفه قال له شي جماعه هيك ولا كلمه هلا نحن حكيم بالبيت مرتاحين يعني من صوته يعني انه لا صار في مشكله هلا في مشكله ما ترد علي دخيلك طيب معلش خليني اسالكم كم سؤال بس تنعرف نعالج المشكله اكيد دكتور بتوبخوه قدام الناس يعني اذا عمل غلط بس اسمحوا لي كفي جبلته اذا عمل غلط قدام حدا بتوبخوه قدامه يعني بالشوم يعني بالشوم حكيم ابدا حكيم نحن بدنا نوبخ نحن اصبع ما بنرفع عليه اللي بده اياه نعمل له اياه بالشوم يعني اذا صار ما صار بتخلوا العالم تفل وبترجعوا بتحكوا على 100% مش قدام العالم عظيم طيب بالنسبة للخبيط كنت عم بتقلي ما بتمد ايدك عليه ابدا ما بتمد ايدك ابدا دائما خايف حتى هالتهميز هيك ما ولا حتى في تهميز ما بهمش لا اها
شايف خدوده؟ لا ايام هو بهمز علي. طيب مأمنين له وسيلة الراحة، عنده ألعاب بالبيت عم يقدر يتسلى، كيف عم بيعبي نهاره؟ كل شيء بالفريج يعني. وبالأكل. لا لا ألعاب جيمز جيمز. ما هو هذا لعبه جيمز. بالأكل. بحب ياكل كثير يعني هيك بتسلى بيلاقي حاله. حتسيبه بالعيلة هالسبع. لكن هيدا في مشكلة بينك مدام وبينك مسيو. لا لا خلافاتكم مع بعضكم قدامه هلا مدام صار لها ساعة بتشارك. لا نحن ابدا بالعكس نحن حياة طبيعية. في مشكلة مش عم نفهمها. طيب لكن تحديدا امتى صارت معه هيدي الحالة؟ من امتى يعني؟ شي جمعة؟ من شي جمعة؟ وين كنتوا؟ وين يعني شو كان؟ طالعين على الضيعة كلها؟ صح كنا بالسيارة وطلعين على الضيعة وعلى أساس كل شي تمام وعم يضحك ومبسوط طالع على الضيعة. اوكي فجأة اوكي ينفقس. اوكي فنحن مسربين يعني بس رجعتوا ايه؟ يعني؟ ايه ينفقس وما ضايع بعيدة شوي ضايع بعيدة شوي بعيدة ايه انا بتفرج على الطريق عم بتفرج على الطريق من السيارة بس انا عرفت شو المشكلة انا عرفت شو المشكلة هيدا الصبي انتوا طالعين بالسيارة ما هلا بلشوا اعلانات باك تو سكول العودة إلى المدرسة ايه عم بحطوها على الطرقات بونكارتات بونكارت مرسوم عليها شنط مدرسية وبونكارت مرسوم عليها أقلام وباك تو سكول وباك تو سكول يمكن كمشطة هيدا الصبي عمل مثل أزمة نفسية. ما بدي. حكي. ما بدي أنسى عملجة ما بدي أروح على باك تو سكول. هاي المشكلة. مدام كنت عملوا شوي شوي بالمشاوير عليكم غمضوا له عيونه بس تظهروا لكن نتفه نتفه أقلم لعودة المدرسة نتفه نتفه. يعني كل بونكارت أنا إذا بشوفه ما تخزني بتذكره بصير. مزبوط. كيف الصبي. في هيدا الدعاية كمان شري شنطة بيطلع لك تسعة ببلاش حيرونا بالشنطة. نحن صرنا نبكي. عن جد. أخبرني. لا لا خلص حبيبي خلص هيني. خلص حبيبي خلص بنغبط له عيونه وبنجيب له فروج هلا فروج شي سنوي اهم شيء تغمض له عيونه مظبوط فروج وتوم مامي ما بدك توم لا حبيبي يلا على سلامي وبدي اعزبكم 60,000 عند السكرتير 60,000 هاتوا خزنه اقل من قرطاسيه اقل من قلم اشتري له قلم رصاص وقلم تلوين احمر قد بتحط يلا لازم بعد 60,000 إحصائيات ودراسات عام 2019 والله كانت مثمرة كتار كتاير شو اللي بدك تضلك تحكيه جار سعيد شرباول عيط لك على صوت واطي لما تنقز مثل كل مرة قبل شوي جينا وعيطنا لك انقزت روق قلبي صار ببني شراي ولو شرباول فوت شوي شوي قول صباحه قول اني واصي صباح الخير صباح الخير صباح شرباول كيفك منيح كيفك ماشي الحال انا بس شوفك بسكر النهار مثل العاد فيلم لا خلص تعود مسيطرين مسيطرين شو طمني في دراسات جديده وابحاث قد ما بدك الفان تركنا الفان لا لانه كان ابنك سامي لحظه والجمجمة امي بعد مره بتقول لي تركت الفان يا اخي ما انت قلت لي لحطها بالجريده الرسميه وحط شربي الحنينه اني تركت الفان وسجل لك اياها شو بدك سجل لك اياها شو المطلوب لحظه شوي بنزلها بالدوائر يا اخي ما تنزل ليش ما بتستوعب يا اخي خلص مش الحال ايه ما انت قلت لي انه ابنك سامي استلم الفان الكولا بربي خلص ماشي الحال ايه شو شربول شو جاي تعمل جاي شوف اذا في شيء جديد تسقف وتسمي لي بدني مثل العاده لا بس تسقف بس اذا في شيء جديد طمني على يومي لبس احمر مثل الوان الهنود اليوم حبيبي ايه شربول هيدي كادو من رفيقي هندي ما عاد بشتغل رفيقك هندي ايه والله اتفقتوا شو دراسات اليوم شربول عن اللبناني عن اللبناني قد ما في اخبار عن اللبناني بطلنا نطلع بغير بلدان اها اللبناني اخذ لنا عقل حلو اليوم عم نحكي عن اللبناني انه بيحكي جمل كتايره مش مفهومه مش مفهومه يعني بتقول له شو قصده بالجمله بيقول لك ما بعرف يعني هالجمل اذا اخذتها عن نازا طيب فصلوها ما بيعرفوا اف بدك تسمع كم واحد اكيد اكيد حمسني مثل شو يعني مثلا والله متذكر بس نسيت تيجي بتسأله لصاحبك متذكر بيقول لك ايه والله متذكر بس نسيت عفاك ايه موجود جمل مش مفهوم موجوده هذه ايه جمل مثلا هيدي الجمله بتقولها كل الامهات بلبنان
بكونوا قاعدين بمطعم بيقولوا لك شوف هيدا اللي وراك بس ما تطلع، شوف هيدا اللي وراك بس ما تطلع. ايه بس بدك تعمل ايه انت؟ بتصير محير الله وين وين ضايع. ايه مظبوط. ايه بتطلع هي حبيتها هي حبها هي صابت صابت. والله حلو فيك انك بتحب حبيبي، كنت خايفين ما تحب. نفس القياس بس اصغر شوي، بيصيروا يقولوا لك نفس القياس بس اصغر شوي. ايه هذا اللي بيبقى محير، هذا القياس اللي بيبقى محير. اول مره رحت انت والجير فريند قالت لك نفس القياس بس اصغر شوي. ايوه آه كر... كرمال مايو وقت اشتريته. آه مايو. ايه كرمال مايو شو شربوا الرف. لا لا نحن على التلفزيون عيب ما فينا نحكي شيء. تسال حدا مثلا شو عم تعملوا شو 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 مساويين بيقولوا لك ايه. بيقول لك مثلا قاعدين بس عم نتمشى. هيدي الجمله بتفلش. قاعدين عم قاعدين بس عم نتمشى كمان. كيف قاعدين وكيف عم تتمشى؟ ليك حلوين حلوين صار حلوين. ايه مهضومين ايه. يعني عمل لك مهرج هون. والجمله الوحيده اللي ما لها معنى بس الكل بيقولوها ايه. اذا صار ما صار، اذا صار ما صار بعطيك خبر. شو اللي بده يصير ما صار الله ما بيعرف. هاي ستة اكثر شيء بتقوله. اذا صار ما صار هلا بسالك اياها انا وبرد لك خبر. اذا صار ما صار يا ستة صار ما صار بحكيك بعطيك خبر ايه. او بحكي في شيء بسالك اياها خلص انا. في جمله كثير معروفه بعد بعد شو يلا درمل من هون. يلا درمل من هون ايه هي معروفه، هي جمله معروفه انه فهمت يلا... ايه انه يلا فل. ايه ما هيدي الجمله اللي لك شير بقى. يلا درمل من هون انا بدي اشتغل. شربول ما بتزعلش ما أنا بحبك. هاي أكل كومي كاتور كومي كاتور. هاي يا هاي بوبي. هاي توتي. يعطيك العافية. ألا يعافيك. شو متين جيتي هلا؟ إيه شو بكي من شو معصبة؟ مانا معصبة توتي. طيب شو بك يا بوبي خلقتك مغيرة؟ بعدك عم تقلب هالكتاب؟ ايه بوبي في معلومات كتير مهمة و... وهيك بحس حالي كتير عم بستفيد. ومعلومات ثقافية بصير اذا قعدنا بمجتمع انا وياكي بصير انا بحكي عنك يعني بقصص بحسوني كتير فهمان. والله ايه بوبي. ايه منيح توتي هيك بتستفيد من كم معلومة تتقدم إيه؟ شوي. ليه عم تتلقمني بوبي؟ ما عم بتلقمن توتي. من اول ما فتت ما عجبتيني. شو بك شو صاير معك؟ مشي معصبه. من شو؟ هيك لانه ما بتحكيني اليوم كل النهار. بوبي ما عم بقرا بالكتاب، بعد في عندي كم معلومه كثير مهمه. ان شاء الله بينفعك هالكتاب. في معلومه كثير مهمه اليوم اكتشفتها بوبي من ورا الكتاب. عن جد؟ بدك تعرفيها؟ ايه. قال انه الرجال بيحكي 1000 كلمه بالنهار بينما المراه تحكي حوالي 2000 كلمة بالنهار. هيك كتبين؟ يعني نحن بنحكي 1000 انتو بتحكوا 2000 بوبي. مزبوط لانه نحن بنضطر نعيد الحكي مرتين توتي تنس تستوعب. كيف بوبي ما فهمت؟ شفت؟ بعد ما خلصت جملتي هلأ عم بش اعيد لك الجملة مرة تانية تستوعب انت كمان توتي. بوبي كومي كاتور كومي كاتور. انت هون؟ بونجور حكيم. ناطريني؟ صوتك مش قادر. كيفك مدام؟ مالي 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 خليك خليك مسيو خليك مرتاح. كيفك حبيبي؟ صبا؟ ليه انت هون؟ ما حدا قال لي. حكيم قلنا شنو طيب يلا معلش يلا ما تواخذوني يا عمي ما حدا جاب لي سيره انه انتم ناطريني كنت فايلي. بس انت حكيم هون لاقي حالي يعني عشان مشكلتي. نعم بدنا نتفتش على رد جري طيب. بس كاتش يعني ما هو يعني انت بخليها بس معقول بس مش كله ما فيه. خلص حبيبي خلص خلص اوكي هيني كثير غمض عيونه بنجيب له فروج بيمشي غمضوا هلا الفروج بشي سنوي بس اهم شيء شو عم بقول شو يا ربي الوضع كتير حساس كتير ستريس ركض براكت حمى يا خيي حمل سائلة ناس واجع راس ضغط بضغط ضل عايش بقفلاس وبتشتغل
بشتغل كل الوقت بتروح تا تشرب كيس بتحط الفوقك والتحت بوع الصبح معجوق عم بتفرتش بغلادي عشغلي لازم سوق في عشقة مثل العادة مأخر بوصل محقون حمياني الفواتور تا انسى هالهموم ما إلي غير كوميكاتور صاحبتي مش قبلاني غير ما تلبس فرور والتنورة وجزداني على لون الشستور شدت لي كل جيبي حتى تلبس سنياتور ضحك منا حرزاني وحضار الكوميكاتور أنا أمي قالت لي المستقبل أهم شي عم بفلح مثل السطل وعم يطفعولي شي والله يا سطلي قد ما صعب الحياة من تعب ولا في ريديو ما بتغر من البيت بس يبلش كوميكا